توك ابو يمن السراغبي كفو محمد المحمود اللي جاي يدخل على حساب الازرق يروح يكتب جيتك من التيك توك يضيفنا داحق لبسوني هذه طيران واني زاد لبسوني داحق عجبني ما تلبسوني تبع حالي خليل طيران طريت انا هجس حالي بطير بالطياره خليل 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 ما بدي مين يا ورد الله بك الله داحق داحق اللهم صل على النبي الله يوفقهم اللهم خلي المتابعين ولا يبقون هنا العالم من عدنا امين ولا يبقوا متابعينا من عدنا اجعل ان شاء الله بشي تحقق الابتسامه اليوم ما تفعل تسكر عملي كيفك الله يوفقكم الله يوفقكم الله يعطيكم ونباركم وان شاء الله وين يا الله يا يا الربع اخر مره لانه راح نسكر اللايف ومشكورين والله يوفقكم والله تقصرون كل شيء واحد دخل من البرنامج هذا للبرنامج اللي قلت له عليه على البرنامج الازرق الله يوفقه والله يجزاه خير وما يقصر وعلى كل شكرا لكم جميعا وراح اشوف بس يوصل 2000 راح نسكر على كل حال انا بدي اشوف التعليقات باول فيديو اخرى ارجع اكرر انا حطيت لكم اعجابات اللي جاي يدخل على البرنامج الازرق اللي قلنا له انه هاشم الراغب كفو يا هاشم الراغب من التيك توك ابو عمر الحمودي كفو جاي يجون ما جاي يجون ما شاء الله الله يوفقهم انا لعقيصي كفو قيس العلي حطيت لك اعجاب مجد حسن جيتك من الاسود كفو ايوه من الاسود من الاحمر ما يخالف ابو يعرب لا خليل كفو يا ابو يعرب جيتك من التيك توك جيتك بعد قلبي يا عبود فدوا لك حبيبي مصطفى الزيدي دور كفو يا مصطفى الزيدي انا من التيك توك ابو يحيى اللي مصطفى الزيدي حط له اعجاب حطيت له كاتب مرتين والله ايه المهم انا من التيك توك اللي جاي يدخل من هنا يروح على البرنامج هذاك يضيفنا يكتب تعليق ونثبت انه متابعينا اللي هنا محبينا دخلوا عندنا على البرنامج الازرق واللي ما فهم الحكي ارجع اعيد له واكرر له اسم الحساب خليل وتكتب حرف او وعلاء يعني وعلاء تيطلع لك الحساب فورا تدخل على الصفحه تقول اني جيتك من التيك توك قسمت لغه العظام كفو حطيت اعجاب خلي علاء يعطيني تحيه ابراهيم القاسم ارحب يا ابراهيم القاسم ارحب يا هلا ومسهلا ماجد علي حمدان عبودي بعد قلبي فدوى لك عيني جيت من الهني شكرا يا بعد حيلي والله علي هي علي علي اسمه علي ابو المهند علاء نعطيه تحيه قويه ابو المهند ارحب يا ابو المهند مشكور لك شكرا على الدبدوب يا عبودي بعد قلبي والله فدوى لك حبيبي سلام بس اخر مقطع لازم قاسم لانه مبين وانت تقول له طفي ايمت خليل شو ايمت شنو لا حد كفو يا الربع والله ما قصرتوا يا عبودي ما قصرتوا والله يعطيكم العافيه والله انك 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 على راسنا تاج بعد قلبي والله يا عبودي وشكرا لكم يا المتابعين اللي كبستوا واللي شيرتوا واللي دخلتوا عندنا على حساب الازرق والله يعطيكم العافيه وجزاكم الله خير وعلى راسي كل الموجودين ومشكور يا عبودي بعد قلبي يلا راح نسلم عليكم وبعد كم نهار اخرى نرجع نتناقش بالامر هذا بعد ما اقتل خليل لانه باكر متحلف بخليل وصل 2000 وصل 2000 تعالوا تحبكم قبل ما اروح ما تحبهم هذول تحبهم انه حبهم انت خليل كسر الهاتف خليل والمصحف على مواني هذا لحاله وقع حتى مو ايفوني هذا ايفون كسر فلانه يا ولد تعال دحج فلانتنا ارحبي يا فلانه شلونك امورك الشيء العلوة على خوالي يلا نسلم عليكم خلي سكر خلي يا الربع إيه بدنا نسكر اسمع تقولهم آخر شيء يلا قولهم والله العظيم والله العظيم والله العظيم إنه واحد منكم يسوى ألف واحد معناته ليه جيتوا ألف معناته تسوون آلافات الدنيا والعالمين تو جيتوا 300 واحد صرتوا من هنا
والمصحف نحبكم حبالك وثر ايش كثر حبه بالله الله يوفقكم الله يوفقكم الله ان شاء الله يكمشون يا وليدي لاجعلك ان شاء الله تكمش تراب ويصير بيدك ذهب تعال خليهم يصورون على شو يصورون خليهم يصورون فيديو خلينا نسوي لهم فيديو يا ولي خلي ردي سكر يا اخي بالله صوروا ها صوروا وانشروا الفيديو لازم هذا اخر بث لنا مع البث انه اي والمصحف ما عاد تشوفونا الا على ازرق يلا صوروا يا الربع بدنا نسوي فيديو ها صوروا الفانزين انشروه وطول شيء لا تلحف فيه يا ولد مو هذا يخلي مو هذا حباتي حباتي بس هذا جيجي شيء ما اشتريت ايفون لا لا تعال تقول لك شو تسوي حتى شاور يا ربع سجلوا البث واللي بده ينشر ينشر عادي ترى ما عندك مشكله انشروا سووا لنا تاغ تنشوفه ضحك شلون يلا اسكت واي يا شباب ابغى يسجل هذه هديه مني لكم بدي اذبح خليل اليوم وروح هات لي جندال شيء هذا فطسني هذا يلا يما السكر جايب ابويا وينه هاي سكر يا حزي السكر انا مقبي بقلب نظرك عجل انتو تخلون شي ايوه ابويا قام لسه بس السكر مليان هناك جاني مقادي يما تكل على وينه قوم بشر ظلم جابني والمصحف راح انبشر انبشر نظر كله صلاة محمد عليك صلاة النظر والمصحف راح يا هاري انت اليوم خلي انا روح اهدى النظر كله وانا طبع السكر منو قبي السكر منو يوري يا وليدي عجلته خليته شي يوري عجلته تخلش ايه انا اول اخي انت جنست عليهم يا بلاس كان لا ظلت تضربين لا ظلين تضربين والمصحف انا ظلم جابني يا بجراوه ابو جنان ولا اروح على الحز تعال شوف ما نقدر عليك ما نقدر عليك انه عسرت عنك ابو حجارين يا ولد هين سجلته؟ السجل يقول سجلت